They had a provoking him now. هذا الوطن أعتز به وأفتخر به، هذه أولوية. حبيت أجي أسلم على الأصدقاء والأحبة، وكنت بدي أعمل حفلات، ولكن يعني الظروف يعني صعبة ويعني سياسية ما بدي أحكي فيها بالدرجة الأولى اللي منعتني إنه أنا أعمل حفل. يعني أنا كان بالمقام الأول إنه كنت حابب أعمل حفل جماهيري أبناء شعب الفلسطيني في غزة. محمد سلم على اخوك. يلا باي باي محمد. محمد يا